شبه صغيرة بالنسبة للدرس التين هنبلش بأكثر درس هطرح منه مسألة بالدورات اللي هو دي سي موتر الكتاباتيك سنسوردل دي سي موتر اللي هو آخر درس تاخدوه بالدرس التين اللي هو السنة. طيب بعد الدرس شو لازم شو أخذنا حتى نذكره مع بعض؟ أخذنا أول شيء الكاركترستكس يعني هذا الاي سي فولتج اللي انا عم شوفه على السكرين او الاوسيلوسكوب على الاكرون الاوسيلوسكوب اللي عم بسمي بي اون فونكسيون دي تي طلع عندي انا هذه التونسيون التناتيف سينيدوجال شو الكاركترستيك لها؟ هن فالور ماكسيمال يو ماكس ماكسيموم فاليو كيف نجيبها هاي؟ نجيبها جرافيكلي يو ام ايكوال اس بي تايمز واي يكون هو عطيه الفيرتيكال سنسيتيفيتي للاوسيلوسكوب يعني الفيرتيكال سنسيتيفيتي هي كل فيرتيكال ديفيجن قديش بتمثل يعني عندنا انا اليو ماكس اكثر شيء عم بطلع انا ثلاثه ديفيجن يعني ثلاثه ديفيجن هدول قديش بالفولت بدي اعرف انا كم ديفيجن كم فولت هو بكون عطيه 5 فولت بير ديفيجن 6 فولت بير ديفيجن. طيب في عندنا effective value effective value U effective هي U M على الكتبون effective value هي معناتها انه value للdirect voltage للconstant voltage للDC voltage اللي عم يعطيه نفس الأفكت على الريزيستور من هذا الDC voltage يعني أنا جبت AC voltage وجبت DC voltage هذا الاي سي فولتج اللي حطيت له الماكس لانه 10 فولت حطيناه على ريزستور واعطاه كميه حراره اذا بتحط دي سي فولتج على هذا الريزستور واعطيه نفس كميه الحراره ايش بكون الفاليو له؟ الفاليو للدي سي فولتج هي يوام على الراديكال تو. طيب فاذا شو بعد في عندنا؟ كاركترستكس عندنا البيريود والفريكونسي اللي راح هون اللي راح على الاوسيلوسكوب البيريود اللي بدنا نشوفها اللي هي الوقت الوقت اللي يخلص وان سايكل يعني بطل فرد من هون لهون هذا الوان سايكل الوقت هو قديش هو بياخذ ماكسيموم ماكسيموم تي شو تساوي؟ هي اس اتش تايمز اكس يعني هوريزونتال سنسيتيفيتي ضرب هدول الديفيجن يعني من هون لهون عندي ديفيجن 2 3 4 4 ديفيجن قديش بالسكند كم سكند كم ملي سكند ده الوقت بتعرف انا كل هوريزونتال ديفيجن قديش بتمثل الوقت هو بيكون عاطيني اياه يعني اس اتش 5 ملي سكند بير ديفيجن 20 ملي سكند بير ديفيجن وهكذا بس نجيب البيريود فريكونسي صار سهل علي اف ايكوال 140 بعد في شغله هي الانجلر فريكونسي اوميجا او الانجلر فيلوسيتي او البلساسيون بروب بالفرنسي اللي هي تساوي يو بي اف او ايكوال 2 باي اف انجلر فيلوسيتي هي او الانجلر فريكونسي هدول الاسمات كلهم بالفولتج بيمشي حاله او بالفرنسي اللي خلاها بلساسيون بروب لا بروب لما يكونوا كلهم زيرو اللي بعدها بنشوف. طيب بلساسيون هول خليهم مش مشكله كاركترستكس اوف ايسي فولتج شو بعد بدي اعرف عنه هذا؟ بدي اعرف فكرته يعني انا هذا اليوم وذا ريسبكت تو تايم بدي اشوف الاكسبريشن لها يلي هي مثل بالميكانكس سواء كان عندي الاكس وذا ريسبكت تو تايم هو بهذا الشكل كتبنا الاكس ايكوال اكس ام ساين اور كوساين اوميجا تي بلس باي نفس الشيء هون حنقول اليو هي يو ام ساين اور كوساين اوميجا تي بلس باي بنبدا يا ساين يا كوساين ما مشكلة طبعا هم بيشتغل بس انه بتظبط ساين بس بدك كوساين بس حيفرق بيناتهم ولا عم يفرق. طيب هيدي بالنسبة للاي سي فولتج هو المعلومات نحن لازم نضلوا ببالنا اكيد بس سألني سؤال عنه بجيب لي جراف بدك تشتغل على الموضوع طبعا زاد عليها انه ممكن يرسم لي اثنين مع بعض ممكن يرسم لي هذا فولتج يسميه U1 وهذا فولتج ثاني سميه U2
وقت القيام بشتغل انا كل واحد لحاله. طبعا الاس اتش الثاني زادها في الثيري فريكونسي حيكون نفس الشيء. اما اليو ماكس اللي هو يو 2 اليو 1 غير بعض، ممكن يكون عندي اس بي 1 واس بي 2 هو بيحدد اليوم الاكسرسايز. بس الشيء الجديد اللي هو طلع قدام بعض، انا لازم افهم شغله جديده بين اللي هي فيز ديفرنس. هيدي فيز ديفرنس، هيدي دلتا فاي. فيز ديفرنس بيناتهم قديش بدي اشوف. اولا انا بشوف مين ليدنج الثاني، يعني وصل الماكسيموم قبل هو ليدنج. هون بهذا الكيس انا حاططها عند الحمراء واصل الماكسيموم قبل الخضراء، لانه هذا الاكسس اوف تايم، هذا هيك الوقت. هذا الوقت انا وصلت للماكسيموم كان اخر بعض مش واصل، بعد شوي وصل للماكسيموم الفولتج اليو 2. فاذا اليو 1 از ليدنج يو 2، هون بهذا الرسمه اليو 1 از ليدنج يو 2 باي دلتا فاي. اذا كانوا بهالشكل هيدا هيك بيكونوا ام فيز. اذا كانوا بعكس بعض يعني بيكون واحد وصل للماكسيموم والثاني وصل للمينيموم هيك، هو بيكون هون اوت فيز. يعني بيكون في فيز ديفرنس بيناتهم، هو بيكون الفيز ديفرنس بيناتهم هي باي. هون ما في فيز ديفرنس. هلا بنشوف كيف بنطلع بعد شوي. بس انا بيهمني هلا شغله انه هي شو بتفيد الدلتا فاي، او في حال أنا هيدا اليو 2 اجى لكم، هيدا اليو 2 هي ترفتوا لي طلعت اليو 2 ماكس 8، هي 8 ساين اوميجا تي. قال لك اليو 2 بتنكتب هيك 8 ساين اوميجا تي. دغري انت لازم تعرف انه اليو 1 هي يو 1 ماكس، اليو 1 ماكس بتكون انت جايبها 6 فرق ساين اوميجا تي زائد هيدا الدلتا فاي. ليه؟ لحتى زائد، لانه اليو 1 از ليدنج. فإذا لأنه هو سابق، فإذا إذا اليو 2 معي إياها اليو 1 بتكون زائد هذه الدلتا فاي، الدلتا فاي بتطلع جرافيكا. أما إذا كان عاطيني اليو 1 اليو 2 بتكون هي مثل اليو 1 ناقص دلتا فاي. يعني فرضا لو قال لك أنت اليو 1 هي يو 1 ماكس كوساين أو ساين حيطلع أوميجا تي، حكتبها مثلا بلس باي أوفر 3. فرضا إجا لك اليو 1 هي هذا، اليو 2 اللي أكيد حيكون شكلها اليو 2 ماكس كوساين اوميجا تي بلس باي اوفر 3 ماينس دلتا فاي. يعني شو ما كانت، اذا كانت اوميجا تي او اوميجا تي بلس شيء، المهم شو ما كانت، انت اليو 2 هي لاجنج بيهايند يو 1 باي دلتا فاي، فانا بحط هون ماينس دلتا فاي. ماشي؟ فازت ديفرنت بالفاز دلتا في، انا بدي اشتغل عليه بهذه الطريقه. ديفرنت بالفاز بين لي مين هو الفولتج اللي سابق الثاني. يعني انا هون عندي الـ U1 اون افونس دو فاز دو دلتا في بارابور ا U2، الـ U2 هي اون ريتار بارابور ا U1. لما تكون الـ U1 اون افونس، اذا كان معي الـ U2 U1 بدي زيد على هيدي الاونكل اللي هون، هذا الفرق الديفرنس دو فاز بيناتهم. اما اذا كان معي الـ U1 والـ U2 اون ريتار يعني بدي انقص انا هيدي الدلتا. طيب هدول المعلومات اللي نحن لازم نعرفها كمقدمة. هلا بفوت على صلب الموضوع. هذا الدرس نحن لازم نعرف نشتغل بالسيركت ار وكل حاطط بس ريزيستنس، بس ريزيستور مع الجنريتر، او اذا حطيت ال ار سيركوت يعني كويل ريزيستور، او اذا حطيت سي ار او ار سي يعني حطيت كاباسيتور ريزيستور، او اذا حطيت كاباسيتور كويل ريزيستور. بدنا نقسمهم ونشوف. لازم نحن على طول نتوقع بالسيركوت انه مين بده يكون ليدنج لاذر، مين بده يكون لاجن بيهايند. هذول نحن لازم نتوقع، حتى لو كان في بعض الامور بنقدر نطلعها، بس انه اذا كنا نحن حاطينها براسنا وعارفين لوين رايحين بكون افضل لنا. يعني مثلا حبلش هيدا رح اراجعهم بشكل سريع. سيركوت ار يعني نحن عندنا هذا الجنريتر، في عندي بس ريزيستور. هذا الجنريتر هو عندي يو جنريتر اكيد اوتوماتيك ساينسويدر، عندي هيدي الاي. ترفض الاي هي اي ام كوساين اوميجا تي. تفضل اعطاني الاي شو الاكسبريشن لها. طيب فاذا يو ار شو بتصير يو ار؟ يو ار ايكوال ار اي، يعني تطلع ار اي ام كوساين اوميجا تي.
فإذا الـ I I M كوساين أوميجا تي والـ U R R I M كوساين أوميجا تي شو يعني؟ يعني هن in phase. يعني U R and I R هلا عطول أصلا عطول الـ U R يكون على I فعطول ما حيكون في عندي phase difference بيناتهم فعطول الـ U R والـ I هن in phase فإذا الـ U R دائما بيكون فنحن إذا كنا بدنا نشوف كيف الـ variation of our rest of time الأوسيلوسكوب هو بس بفرجيني الفولتج الأوسيلوسكوب بفيزواليز لا تنسيون ان فونكسيون دو طون فإذا أنا كيف بدي أشوف الكورون إلكتريكي؟ بشوف الـ VR لما أشوف الـ different potential دو كوندكتور أوميك كأني عم أشوف الـ variation دو كورون إلكتريك ماشي الحال؟ طيب فإذا هون نحن لازم نعرف يو ار اند اي ار اولويز ان فيز يو ار دامج اوف اي بما أنه هون يو جنريتر ايكوال يو ار يو جنريتر هي قد ما بنشوفش بس عندي ريزيستور موصول على الجنريتر بما انه يو ار و اي هن فيز فاكيد يو جنريتر اند اي يو جنريتر اند اي ار ان فيز هيدا شو اسمه؟ هيدا اسمه ريزيستيف سيركل هيدا اسمه ريزيستيف سيركل ريزيستيف سيركل شو بستفيد منه؟ انه يو جنريتر هي الفيز بالار بالريزيستيف سيركل ماشي؟ طيب هلا اذا حطينا سيركل هلا ار ال يعني في عندي انا شو؟ في عندي في عندنا كويل هون ماشي؟ هناخد اول شيء بيور اندكتيف كويل وبين بيور مو اندكتيف يعني ما في عندي هون الال ايجال زيرو طبعا ما بدي اشتغل على انا بدي اشتغل على البيور بوين فنفترض الفرع الالكتريك اي هي ام سينوس متين بدنا هي سينوس ممكن يزيد زي الفرش البيور بوين شو بتساوي هي ال دي اي سير تد ايجال ال دي بي هاي اي ام ساين يو ديريفي على سينوس يو 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 فونكسيون دو تي هي U prime cosinus U فإذا L نزلتها بـ M مثل ما هي ديريفي على سينوس أوميجا تي هي أوميجا كوسينوس أوميجا تي طيب نحن هون عندي هاي سينوس وهاي كوسينوس بدي ما في قانون مع بعض بدي احول السينوس لكوسينوس او كوسينوس لسينوس لحتى قارنوا مع بعض فاذا بدنا نشتغل تريجونومتري عندنا هيدا الاوميجا الفا فنفترض هيدا الاوميجا الفا هيدا الفا بلس كي سوليو هيدا 90 درجه لان هيدا كله سوا هو الالفا بلس كي سوليو طلع هون لاحظ هيدا كوسينوس وهون السينوس كوسينوس الفا هاي كوسينوس الفا والسينوس الفا بلس بي سي دو اربعة فاذا في عندي انا قاعدة بتقول لي انه كوسينوس اكتبها هون اوميجا تي كان سينوس اوميجا تي بلس بي سي دو فاذا هون محل كوسينوس اوميجا تي خلص كوسينوس اوميجا تي بلس بي سي دو فاذا مين طلع هون اونس طلع سينوس اوميجا تي وسينوس اوميجا تي بلس بي سي دو فاذا بكون في عندي انا انه الـ UB هو الأفونس دو فاس بارابول اي عندي الـ U كويل U كويل is leading I by I over 2 هيدي في حال كانت الـ R equal 0 هلا إذا كان في عندي أنا internal resistance بقلب الكويل حيكون في عندي على الـ UB بس أنا عادي هلا حتكون الـ UB is leading بس مش by by over 2 أنا لازم أحفظ على طول U للكويل is leading I طول في حال كانت بيور اندكتيف بتكون هيدا الفيز ديفرنس هي باي اوفر ثاني شغله كمان بدي اعرفها انه هيدا اليو جنريتر هيدا السيركت هو اندكتيف سيركت اندكتيف سيركت لانه في بقلبه شو اندكتنس ان بالاندكتيف سيركت اليو جنريتر كمان از ليدنج حيتاثر اليو جنريتر حيتاثر بالكوي اليو جنريتر از ليدنج هي الاي حتتاثر بالكوي الاي حتتاثر الكوين حتكون لاجين بهاي بس الجملة بالضبط يعني الجملة هاي تأثر بس إنه
usually the rate is leading I by pi over alpha is leading of us by phase difference delta pi over alpha. هذا ذلك سيركوت اللي في كويل نحن على طول لازم نعرف انه اليولا كويل از ليدنج اي باي فيز ديفرنس مرات قد ايه اذا كانت البيور اندكتيف بتكون عندي فيز ديفرنس باي اوفر 2 وكمان اذا كان في عندي سيركوت بينقل له اندكتيف سيركوت يلي هو بيكون في عندي اندكتنس ال بيكون اللي عم بياثر بالسيركوت هو اندكتنس ال هاليو جنريتر حتكون ليدنج اي يعني الاي حتكون لاجنج بهاي اليو جنريتر. طيب فاذا هاي بالنسبه للسيركوت ار ال سيركوت ار سي هون في شغله بس قبل ما نحكي انه كل alternating sinusoidal voltage بينكتب يو كويل ايكوال يو بي ماكس ساين اوميجا تي بلس فاي اللي هي فاي اوفر 2 فاذا هذا الفاليو اللي قبل الساين هو شو بيكون يو للكويل يو للبوبين يعني هو عاده بسموها انتو يو ال ما بيأثر يو ال يو باي يو بوبين او يو ال بالنسبه للالكترونز بدنا اياه هيدي هي يو ال ماكس يعني هيدي الماكسيموم فاليو يو ال هيدي الفاليو اللي هون قبل السينوس الكونتيتي فانا ال اي ام اوميجا لازم انه انا احط الفقره هذه هي يو ال ماكس لانه السينوس هو اكبر فاليو قد ايه؟ السينوس اكبر عشان يكون واحد فاذا هل يو ال اكبر فاليو حيكون لنا هي هي ضرب واحد هذه هي طيب فاذا سي في ار سي ار سي سو هلا حنحط كاباسيتور هون طرف طرق اعطاني الاي كمان الاي هي اي ام سينوس او كوسينوس مثل ما بدنا خلينا على السينوس اوميجا تي بدي اجيب انا اليو سي اليو سي شو بتساوي؟ يو سي ايكال كيو سيو سي كيو شو علاقتها بالاي؟ اي ايكال دي كيو سيو دي تي مثلا دي كيو ايكال اي دي تي انتجرال دي كيو ايكال انتجرال اي دي تي فاذا Q إيكال إنتجرال إي دي تي فالـ U سي بتطلع هي Q سور سي يعني أن سور سي إنتجرال إي دي تي يعني أن سور سي إنتجرال إي إم سينوس أوميجا تي دي تي طيب الإي ماكس الإي الإي ماكس الإي إم هي كونستانت طلعها برا أنا بصير عندي إي إم أوفر سي إنتجرال ساين أوميجا تي دي أو إنتجرال طيب نحن لازم نعرف انه ساين يو الانتي ديريفاتيف لها هي شو؟ هي ماينس 1 اوفر يو برايم كوساين يو ماينس 1 اوفر يو برايم كوساين يو فاذا هون بصير في عندي 1 اي ام سور سي ديريفي لهي اوميجا سور سي اوميجا كوسينوس اوميجا تي طيب هون كمان عندي اوميجا تي وعندي كوسينوس عندي سينوس وعندي كوسينوس شو بدي اعمل؟ بدي احول وحده للثانيه في اشتغل على في اختار هذا بس الحقيقه مش مريح واحد لانه بحط الكوسينوس اوميجا تي سينوس اوميجا تي بلس بي سي هي هذه القاعدة مضبوطة ظل في دي هون انه في عندي موانع بدي افكر انه كمان بدي فوت الموانع وشيلها وارتاح منها فحاشتغل على قاعدة انه الكوسينوس الفا ايجال سينوس بي سو دو موا الفا يعني كوساين الفا يساوي باي اوفر 2 ماينس الفا اللي هن الانجلز اللي جمعهم 90 درجة اذا كان هيدا 30 و 60 كوسينوس 30 بيساوي سينوس 60 اذا كان في عندي هيدا 70 و 20 كوساين 70 ايكوال ساين 20 مش الحال؟ طيب فاذا هاي القاعده بدي استفيد منها فهون بصير في عندي ماينس اي ام سي اوميجا ساين باي اوفر 2 ماينس اوميجا تي هلا هيدي الماينس بفوتها لجوا بستخدم بشوف ساين الفا ايكوال ماينس ساين او
sine minus alpha equal minus sine alpha. يعني إذا كان عندي sine ناقص 40 درجة يساوي sine ناقص sine 40 درجة. ماشي؟ طيب. فإذا هون minus بفوت لجوا بصير عندي هاي m c over omega sine. يعني أنا عندي minus sine alpha بصير sine minus alpha. فهيدي بدي فوت ما بدي أقلبها. بصير sine omega t minus y over. هيك بكون شو عملت؟ بين عندي انه يو سي الاي صار اوميجا تي، يو سي صار اوميجا تي ماينس 5/2، فاذا يو كاباسيتور از لاجينج بيهايند الاي باي 5/2، هذه قاعده عامه، على طول يو كاباسيتور از لاجينج بيهايند اي باي 5/2، وهيدي الاي ام اوفر سي اوميجا، هيدي الاي ام اوفر سي اوميجا هي يو سي ماكس، فصار عندنا قبل اليو ال ماكس كانت ال اوميجا اي ام واليو سي ماكس هي اي ام اوفر سي اوميجا، لازم نتعود عليهم هدول الاكسبريشنز، واليو سي از لاجينج بيهايند اي باي 5/2 على طول. هيدا السيركت اسمه كاباسيتيف سيركت، يعني بكون في عندي كاباسيتنس بقلبه، هيدي الكاباسيتنس حتاثر على الاي ام لانه صارت الاي لاجينج بيهايند يو كاباسيتور، وحتكون الاي لاجينج بيهايند يو عفوا الاي ليدنج، الاي ليدنج يو كاباسيتور، فحتكون الاي ليدنج يو جنريتور. يعني هون الكاباسيتيف سيركت لازم يكون اليو جنريتر از لاجينج بيهايند اي هيك تمام. يعني بهذا السيركت اليو سي لاجينج بيهايند اي باي 5/2 واليو جنريتر لاجينج بيهايند اي، بس قديش حسب، مش حسب قديش الفاليو اللي هتصير له غير الفاليو اللي هتستثمر غير معنا الفاليو اللي هتصير له. طيب فاذا هذا بالنسبة للسيركت ار سي، هو رح نستفيد منه نشوف السيركت ار ال سي. ار ال سي لما نجمع كله مع بعض، فاذا ار ال سي سيركت ار ال سي سيركت هذا جنريتر حنحط كويل كاباسيتور وريزستور اوف ريزستور، هيدي ال ال ار ال ال ار ما مشكله. طيب هون بهيدي السيركلز نحن الفريكونسي يلي عم ياخذها هيدا السيركل هي الفريكونسي تاعت الجنريتور، لان الفريكونسي تاعت الجنريتور بتكون مستعمل تو جنريتور ماكس ساين اوميجا تي بلس باي. المهم هيدي الاوميجا هو اللي بحددها الجنريتور، طبعا لما بقول بحدد اوميجا يعني بحدد شو فريكونسي. باختصار نحن حناخذ الفريكونسي لهذا الجنريتور، حناخذ الفريكونسي لهذا الجنريتور وبلش نزيدها شوي شوي، حناخذ فاليو كثير صغير وبلش نطلعها شوي شوي. فبنلاحظ مع بنلاحظ انه الاي الكتريك كارنت اي واليو جنريتر اللي نحن عم نشوف عم نرسم الفاريشن اوف اي فاريشن اليو جنريتر فاريشن اوف اي كيف عم نشوفها على الاوسيلوسكوب هي يو اي. الاي اوقات بتكون ليدنج يو جنريتر، اوقات بتكون هي يو جنريتر فيز، نحن عم نغير الفاليو على الفريكونسي، اوقات بتصير شو لاجنج بيهايند. طيب حسب اي فاليو هناخد فاليو، في عندي فاليو معين بسميه انا اوميجا زيرو يلي بقابله في عندي شو الاف زيرو اوميجا. اذا كانت الاف اصغر من الاف زيرو حيكون في عندي الاي ليدنج يو جنريتر. يعني انا اذا رسمت الاي بهالشكل يو جنريتر حتكون وراها بهالشكل، هذه الاي وهي اليو جنريتر. كل ما زيد الفريكونسي كل ما الاي تقرب لهالميله وتصير لحد لما تصير الاف ايكوال اف زيرو بصير في عندي الاي واليو جنريتر بالفيز. رسمتها هيك لانه نحن بنلاحظ انه كل ما عم يزيد الفريكونسي كمان الاي ماكس عم تعلى، يعني الماكسيموم فاليو للاي بغير احتمال بي هي عم تزيد. يعني هذه كانت اكثر شيء عم تطلع طرف كل بلان 0.2 امبير، بلش تزيد تطلع للانفي بيو 4 امبير مثلا،
برجع بزيد الفريكونسي بترجع بتقلي. فعلا اذا الاف اكبر من اف زيرو الاي ماكس بترجع تقل بتصير شو لاجينج بيهايند يو جنريتر. هذا بترجع بهذا الشكل. اذا هيدا الاي يو جنريتر حيكون هو الليدين حيكون بهذا الشكل هذا هيك بهذا اليو جنريتر. طيب هون شو بدنا نستنتج من الاشياء؟ انه في عندي فينومين معين بصير هو اذا كانت الاف ايكوال اف زيرو هذا الاي ماكس بتكون اعلى فاليو واحد، اثنين بيكون الاي واليو جنريتر مفرز. هذا الفينومين شو بنسميه؟ ريزونانس اوف الكتريك كارنت. يعني في عندي فينومين اللي هو اسمه ريزونانس اوف الكتريك كارنت. شو عندنا نقطة ثانية؟ أول شيء إنه الآي ماكس الماكسيموم، يعني الفاليو ماكسيمال للكرون الكتريك الماكسيموم الماكسيمال، بيكون في عندي الكرون الكتريك إي إي يو جي سون أون فاز، آي أند يو سون أون فاز، يعني آر أون فيز. بيرسم لك هيدي الرسمة اللي أنت تعودت عليها، إنه هيدي الآي وذ ريسبكت تو إف أو تو أوميجا. قلنا الآي كل ما أنا زيد الفريكونسي كل ما هي تكبر لحد ما اوصل لفاليو معين الفريكونسي هي ايكوال اف زيرو. هذه اللي هو اف زيرو بتكون هذه الاي الاي ماكس هي عفوا بتكون هذه اكبر فاليو وبترجع اذا زدت الفريكونسي اكثر كل ما هي بتقل. يعني انا عندي هون بهيدا فور اف ايكوال اف زيرو الاي ماكس از ماكسيموم اي ام از ماكسيموم. هون في عندي ريزونانس اوف الكتريك كارنت. هاي شغله. ثاني شغله بس بتيجي انا وياكم انه نحن اذا بتلاحظوا عندنا بالكاباسيتيف سيركوت والاندكتيف سيركوت والريزستيف سيركوت بالنسبه لليو جنريتر والاي اذا بتذكروا شوي قلنا بالريزستيف سيركوت اليو جنريتر بتكون الاي ان فيز اليو جنريتر دائره فيز. بالاندكتيف سيركوت بيكون اليو جنريتر ليدنج اي. بالكاباسيتيف سيركوت اليو جنريتر لاجنج بهايند اللي اعطيناهم بنزل ماكس. مثلا هون لما يكون اليو جنريتر لاجنج بهايند اي يعني هون كاباسيتيف سيركت. يعني هون لما تكون الاف اصغر من الاف زيرو بكون في عندي سيركت كاباسيتيف. لما يصير اليو جنريتور ليدنج اي صار عندي هون اندكتيف سيركت. يعني لما تكبر الفريكونسي اكبر من الاف زيرو بصير سيركت اندكتيف. طيب شو كاباسيتيف؟ شو عم يزيد كاباسيتيف؟ شو عم يزيد؟ لا مش عم يزيد كاباسيتيف، بس عم تتغير الاي عم تتغير الفاليو لهذا اليو كاباسيتيف واليو للكويل. فاذا الاف اصغر من الاف زيرو بكون عندي السيركت هو كاباسيتيف سيركت بكون تاثير الكاباسيتور بالسيركت قوي على هذه على هدول الفريكونسي. لما الفريكونسي تزيد كثير بصير اليو جنريتر ليدنج اي يعني بصير عندي اندكتيف سيركت بصير تاثير الكويل اقوى بكون اليو للكويل اعلى. طب هون اذا اف ايكوال اف زيرو قلنا يو جنريتر اند اي ار فيز شو يعني؟ يعني هذا ريزيستيف سيركت. شو هذا ريزيستيف سيركت؟ يعني تاثير الكاباسيتور والكويل راح لغوا بعضهم. يعني اذا كانت هيدي الكويل ما في بقلبها انترنال ريزيستنس ساعتها اليو سي ايكوال ماينس يو ال بينغوا بعض. يعني اليو سي واليو ال بيقتلوا بعض بتكون يو جنريتر ايكوال يو سي بلس يو ال بلس يو ار. هاي دول بيروحوا يعني كانه هم مش موجودين. يعني صار السيركت عباره بس عن هيدا الار. هلا اذا كان في عندي انا هون بعد انترنال ريزيستنس لهيدي الكويل ساعتها بيكون هذا السيركت هو بهالشكل. بيكون في عندي ار ايكويفالنت اللي هي عباره عن ار بلس ار. يعني اليو سي واليو ال بيلغوا مش بيلغوا بعض. يعني اليو سي بتلغي ال دي اي اوفر دي تي لانه انا عندي هون يو سي بلس يو ال هي ار اي بلس ال دي اي اوفر دي تي بلس يو ار. اليو سي بتلغي هاي يعني الكاباسيتنس بالسيركت بتلغي الاندكتنس وبيبقى عندي الار اي واليو ار اللي هي ار اي فبصير ار بلس ار اي. ليش ار؟ هون هيدي المعلومات كمان انا لازم انتبه لها. بس هون بكفيها هيدي اذا كانت واضحه هيدي بكون عندي يو سي بلس ار اي بلس ال دي اي اوفر دي تي بلس ار اي. هاي وهي بيروحوا فار اي بلس ار اي يعني ار بلس ار اي يعني كانه عندي هذا السيركت. ماشي الحال؟ طيب
هيدول هن مهمات باختصار اللي هلا هيك ببالي لازم تكونوا تعرفوهم لهذا الدرس. هلا بندخل شوية اكسرسايزز. هي الحل دورة 2019-2020 فازا هنحل مع بعض دورة 2019-2020. هلا برجع نكفي بالفيديو الثاني بقية الدورات، بس اكيد بنحل عليهم بشكل كبير لانه اكثر شيء جاي هذا السؤال. 2019-2020 اكسرسايز 3 اعطينا سيربت جنريتر كاباسيتور كويل ما اعطيني الفاليو لانه راسم لي يو سي اند يو ال حطيت لي هذا اليو ان فولت وهون تي ملي سكند وراسم لي شو رسمت معنا الرسمه هون ناقص 20 هون 20 بس تكون واضحه للكل بهالشكل هيدا هيك هيدي اليو سي اليو ال من خمسة راس خمسة راس خمسة هون بيتوقع مع بعض وهي رح تكون مينيموم وهي رح تكون ماكسيموم رح تكون ماكسيموم هيك طيب هاي اليو ال وهون ملي سكند هاد 30 45 1. تشوز ذا كوركت انسر. اول سؤال عملي the proper period of the sinusoidal potential difference is قديش the proper period. بعد في الاكسبريشن اللي اعطيت لك اياها هلا بجاوب فيها مره من السؤال. البروبر بيريد تي زيرو قديش بتساوي؟ البيريد هي طلع فيها نجيب عن الجراف اللي هي من الماكسيموم للماكسيموم من 15 ل 45 اللي هي 30 ملي سكند. اثنين The proper pulsation اللي هي الانجولار فيلوسيتي او الانجولار فريكونسي اللي هي الاوميجا بلسيشن بروبر قديش الاوميجا؟ نحن بنعرف 3 بي اف 0 بي بي سيور تي 0 بدي شو عملت؟ عملنا كالكوليشن 2 باي اوفر 0.03 بتطلع 209.43 209.33 هيك بدي اياها راديان بير سكند. طيب the phase difference الفيز ديفرنس بيناتها قديش؟ هون لما تكون هيدي على الماكسيموم هيدي على المينيموم ايش الحال؟ هل هاي الفيز ديفرنس هي هون بتطلع فيها هيك من هون لهون انا من هون لهون عندي سايكل فمن هون لهون عندي نص سايكل السايكل هو 2 باي فمن هون لهون عندي اياها بتطلع باي دغري انا اللي بدي احب اجيبها واشتغلها بيقدر بس انه هون واضحه دغري خلينا نشتغلها هي من هون لهون كم ديفيجن كان عندي؟ هون سالنا من هون لهون ديفيجن 2 3 4 اذا من الماكسيموم الماكسيموم عندي 2 ديفيجن هون هو قطع صار 10 صرفت 2 ديفيجن هيدي كرمال تخلص شو سايكل يعني ديفيجن 2 ليخلص سايكل ليخلص سايكل يعني 2 كوارتر. طيب عندي الفيز ديفرنس بيناتهم هي شو 1 ديفيجن قديش بتطلع هذه الدلتا فاي؟ فاذا الدلتا فاي هي 1 تايمز 2 باي اوفر 2 يعني باي اذا مو واضحه هي طيب اذا الاول كوركت انسر هي 1 a وهيدي a وهيدي b 4 1. اول شيء قال لي الاكسبريشن اوف ذا كارنت اعطاني اياها i equal كوساين اوميجا 0 t ماينس باي اوفر 2 يعني i ماكس قديش؟ 1 لانه i equal i m كوساين اوميجا t بلس باي
على اي ماكس اي 1 ممتاز. طيب اول سؤال 4-1 عم بيقول لي the capacitance of the capacitor. بدي اجيب ال capacitance of the capacitor، بدي اجيب السي. هون استفادتنا من ال بدل ما ارجع اطلع الاكسبريشن، اذا حافظ انه اليو سي ماكس هي اي ماكس اوفر سي اوميجا بيمشي الحال ده، لانه اليو سي ماكس انا بقراها عن السكرين هيدي 20 والاي ماكس 1 سي تايمز الاوميجا. الاوميجا انا معي اياها 39.33، فالسي بقدر اطلع السي بتطلع 20 بتنزل وبتطلعها. فاذا عندنا تطلع 2.38 by 10 power minus 4 وكذا 2.39 هي أول جواب 2.39 by 10 power minus 4 فرد 4.2 عمالة الانتاكتس نفس الموضوع انه U L max انا لازم راح احفظ عنه هي L omega I max. فال L U L max انا عليها هون 5 ال ضرب 209.33 ضرب 1 ال ال هي 5 على 209.33. تطلع 0.0238 يعني 0.024 مثل ما هو بياها كمان الوقت. 3 It's the case of intensity resonance or potential difference resonance or there is no resonance. ما في عندي resonance. هون طلع هون ما حينقوا بعض. يعني إذا أخذت بإنستنت معين عندي اليو سي 20 واليو ال ناقص 5 20 ناقص 5 15 ما باخذوا بعض لأن ما عندي resonance. فإذا هون there is no resonance. فعندنا intensity resonance potential difference resonance. أنا مش فاهم يعني كيف يكون في شيء ما حدا بده يكتسبي بس ما مش فارقة معنا ايش هو سبب معنا شو ما في شيء من النوع ف there is no resonance. يعطيكم العافية نرجع نكفي الفيديو الثاني بعدين.